الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 27/9/2021 مديرية أوقاف ألمانيا تتسلم الدفعة 16 من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام. زنت هذه الدفعة 3 أطنان ليصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف ألمانيا من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 50 طن. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الاثنين 27/9/2021 الدفعة 13 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن، وبذلك يكون إجمالي ما تسلمته المديرية 44 طن. الاثنين 27 سبتمبر لعام 2021 الدفعة 14 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن من اللحوم، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة الدقهلية حتى الآن 48 طنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.